ليلة من النكد عشناها كلنا بعد نتيجة ماتش امبارح. الناس كلها نامت وهي زعلانة، والنهاردة تحس انه احنا لسه عندنا حالة كده من التبليم، كلنا مبلمين، كلنا مش مصدقين خروجنا من الدور الـ16 لكاس الامم الافريقية، البطولة اللي احنا كنا معلقين عليها امال كبيرة جدا ومنتظرين نتيجتها، يعني منتظرين نكمل نحجز مكاننا في دور الـ8، منتظرين احنا، يعني مش عايزة اقول ان احنا دخلنا البطولة دي واحنا عندنا امال واحلام بالتتويج باللقب للمرة الـ8، لكن واحنا ماشيين مع الاداء الهزيل ومع الغيابات ومع الاصابات ومع التخبط اللي شفناه في الملعب ومع الارتباك الشديد ومع الجدال حوالين خطة اللعب، أصلا بدأنا نقول طب نكمل نتأهل للمستوى اللي بعده، طب يا رب نكسب ونوصل للنقطة اللي بعدها وبعدين يحلها حلال ويسهلها ربنا. خرجنا من الدور الـ16 بعد 3 ماتشات من التعادلات، ما قدرناش نكسب في ولا ماتش، وركلات ترجيح قعدتنا على أعصابنا طول الماتش امبارح وشوط الأشواط الإضافية والوقت الإضافي وكل ده. احنا ليه زعلانين؟ طيب ما هو الكورة مكسب وخسارة، يعني ممكن نرد نقول الكلام ده، لكن لما تيجي تفكر احنا ليه زعلانين، احنا زعلانين لانه ما عملناش اللي علينا. وارد وطبيعي انك انت النهاردة مرة تكسب مرة تخسر، كل المنتخبات الكبيرة كل الفرق الكبيرة بيبقى عندها النوع ده من الاداء، مرات بتتوفق مرات بتعمل كل اللي عليها وتوصل لاحسن نتيجة او النتيجة اللي هي عايزاها، ومرات تانية ما بتحققش اللي هي عايزاه وبتقف على رجليها مرة تانية وتبدأ تستعيد نفسها وتبدأ يعني تبص على التحدي القادم أو تبص على المرحلة القادمة والفصل القادم. احنا ليه زعلانين ومتنكدين؟ مش عشان احنا خسرنا، لأنه الكورة زي ما قلنا هي مكسب وخسارة، وارد النهاردة لينا بكرة علينا عادي. احنا زعلانين لأن احنا في حاجة غلط، في مشكلة في المنظومة كلها. وانا لما بقول اتنكدنا هي مش اللعيبه اللي نكدت علينا، اللعيبه هم ترس في منظومه كامله، المنظومه دي كلها فيها حاجه مش راكبه، فيها حاجه بتوصلنا للنتائج دي، في معطيات غلط بتخلينا في الاخر كل مره يا نخرج من اول البطوله يا نخرج بفضيحه يا نعمل اداء لا يليق بينا ولا بمنتخبنا ولا ببلدنا ولا باسمنا ولا بتاريخنا حتى. المشكلة ان احنا بقالنا سنين ما بنتقدمش، بالعكس بنتراجع في الكورة، يعني عندنا رصيد من الانجازات الكروية، الرصيد ده بدأنا ناكل منه كتير وبدأنا نعمل اداء زي ما بقول لكم كده، يعني اداء فضائحي شوية، يعني زعل كل الناس وشمت الناس فينا، هي دي بقى المشكلة الحقيقية، وهو ده اللي مزعل الناس النهاردة، مش اللي مزعل الناس ان احنا خسرنا، لانه وارد نخسر، لكن هل احنا لما خسرنا كنا عاملين كل اللي علينا؟ هل احنا لما خسرنا كنا مجتهدين وماشيين مظبوط وعاملين كل الواجب الهوم ورك بتاعنا، يعني زي ما بيقولوا المدرب ماشي بخطه صح، الاتحاد الكوره ماشي مظبوط، اللعيبه في مكانها، وبعدين بقى اللي يحصل يحصل، نتوفق ما نتوفقش دي حاجه بتاعت ربنا. لا، احنا ما كناش عاملين اللي علينا، والمنظومة فيها حاجة غلط، كل المشهد الكروي فيه حاجة غلط وحاجة كبيرة كمان. والمشكلة ده بيحصل في بلد ال 100 مليون مش 100 مليون مواطن عادي، لا هم 100 مليون مشجع كورة، 100 مليون مدرب كورة، 100 مليون محلل وناقد رياضي، احنا عشقنا للكورة لا يغلبه شيء. مفيش مصري النهارده، يعني حتى اللي ما يحبش الكورة أو مش مجنون بيها أو مضروب بيها زي ما بيقولوا ومش شغوف بيها ومش متابع كل الأخبار، يجي عند الماتشات المهمة اللي زي دي ويقعد ويتفرج ويتابع وينزل على القهوة ويقابل صحابه، إحنا كده، ده إحنا كمصريين. فلما تبقى كل شوية بناخد نفس الألم وناخد نفس النكد وناخد نفس الخبر الصعب، والمصيبة إنه مش بنأدي أو بنعمل اللي علينا وبعدين نخسر فنقول خلاص، لا احنا كل مرة عندنا نفس المشكلة. وده الحقيقة بصراحة اللي خلاني انتبه لحاجة، انه احنا بقدر ما احنا مركزين جدا على الكورة ومنظومة الكورة في مصر ومستنين النتائج ومستنين المكسب، وكنا منتظرين ان احنا نتأهل، يعني مش بس نكسب، لا نتأهل لدور الـ8 ونكمل مشوار كاس الامم الافريقية،
نسينا ان احنا بنعمل نجاحات في مجالات رياضية اخرى بتعدي كده مرور الكرام ومحدش منتبه ليها، ولا حد مديها حقها، ولا حد مديها المكانة اللي تستحقها، زي مثلا فوز منتخب مصر لكرة اليد من كام يوم، اول امبارح يمكن بالليل، بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخ المنتخب. إنجاز كبير جدا، عدى كده ومر مرور الكرام ومحدش انتبه له أبدا، لدرجة أنه إحنا بالمناسبة منتخب اليد دي مش نتيجة من فراغ، أو مش حاجة كده منعزلة فرضانية كده، نتيجة كده خرجت علينا نزلت علينا من السماء. منتخب مصر لكرة اليد بقاله سنين بيعمل عظمة، وبقاله سنين طالع لفوق، بقاله سنين واقف على رجليه، كل شوية إنجاز، كل شوية نجاح. مش معنى كده إن هما ما بيتعثروش أحيانا، لا بيتعثروا، لكن المنظومة صح. أنا شخصيا مش متخصصة، يعني أنا مش محلل رياضي ولا أنا مذيعة رياضة عشان أقول لك هي المشكلة فين أو التكة الفلانية أو الموضوع دوت، لا أنا لن أدعي التخصص يعني، لكن اهو انا مش متخصصه بقول لك انه في حاجه غلط في الكوره، وفي حاجه صح جدا ومنوره في كره اليد وغيرها من الالعاب زي السكواش مثلا. احنا برضو عاملين نجاحات كبيره جدا في السكواش، والدليل على ده انه احنا برضو من كام يوم كسبنا بطوله مهمه جدا وحققنا نتائج مهمه في بطوله عالميه لجي بي مورجان، وبرضو الخبر عدى مرور الكرام ومحدش انتبه له. احنا كل الانظار وكل الاعين وكل تركيزنا منصب على كرة القدم، وده مش غلط، احنا بنحب الكورة، بس يعني مش عايزة اقول نرمي طوبتها بقى شوية، بس لحد ما الامور تتصلح في نقاط مضيئة تانية وفي حاجات تانية منورة نركز عليها ونديها حقها. منتخب مصر لليد لما عمل الانجاز التاريخي دوت محدش انتبه له، احنا حتى في وسائل الاعلام، وانا بتكلم عن نفسي يعني، عدى الموضوع علينا، ما استضفناش الأبطال، ما استضفناش المسؤولين عن هذا النجاح، عدى مر الموضوع. مين المسؤولين عن النجاح دوت؟ إيه النجوم المصريين في مجال كرة اليد؟ وليه إحنا مش مركزين معاهم بالشكل ده ولا إعلاميا؟ والدولة يعني الرئيس هناهم، وفي بعض المجهودات من وزارة الشباب والرياضة، بس قطعا التركيز والدعم والانتباه كله بيكون رايح للكورة، فمحتاجين ده كمان يتغير. عشان كده النهارده احنا عندنا فقره خاصه عن النجاح اللي حققه منتخب مصر لكره اليد، ونحاول نفهم سر الخلطه، هم نجحوا النجاح ده ازاي؟ ما هو المعطيات بتؤدي الى نتائج. ما تقنعنيش ان ابنك اللي طول السنه يقول لك انا بذاكر وهو بيزوغ من الدروس وبيسقط في امتحانات الشهر وطول النهار ماسك القصص وماسك الايباد، ما تقنعنيش ان هو هينجح اخر السنه، ما هو هيفشل. وده برضو له علاقة بالمعطيات اللي احنا بنحطها في المنظومة. ايه بقى اللي مخلي منظومة كرة اليد ناجحة بالشكل ده؟ سر الخلطة ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيعملوه علنا نستفيد يعني، وفي نفس الوقت نلقي الضوء على مجال مشرق في مصر ويستحق ان احنا نركز عليه ونحيي القائمين عليه على النجاح ده. عشان كده النهاردة هيكون معنا فقرة خاصة عن الموضوع.